السلام عليكم اخواتي في الله، معكم احمد سلام احمد فلوق ولا احمد سلام فلوق. السلام عليكم البنات، شتي دابا انا معاه. كيف حالكم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع صحتكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير ان شاء الله. معايا بحال لورو لورو في الممشي، في الممشي تلقاها يلا ولا بحال الدرهم. المهم ما علينا شيء. هذاك الملفاي اللي كنت صوص معاكم ديك النهار خرج لي جوج ديال لابارتي. هذيك لابارتي الاولى راه عندي في الثلاجه، عندي في الكونجيلاتور. خرجت لابارتي الثانيه هذه طلقتها في القبيله شي شغير واحد ربع ساعه هكا، خرجت منها جوج ديال اربعه. عندي ربع الاول، عندي ربع الثاني، وعندي نص ديال لابارت عندي في الكونجيلاتور. جيت معكم اليوم باش غنصوب معكم واحد تورتيل، تاعيتو لو تورتيل كيصوب شونتيي، وتيتصوب شونتيي او شوكولا، وكيصوب كريم باتيسري. كنتعمر التعميرة ديالو. دابا انا غنبداو ان شاء الله المراحل ديالنا وعلى بركة الله. وهنا عندي مايزينا، نسيت ما قلتهالكمش، مايزينا باش نطلق العجينة ونكملو على الله ونتوكلو على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وهاد الموس هذا هذا انا وياك، يا بيا ولا بيك، شكون اللي يغلب دابا الناس؟ هذا نغلب به انا ولا يغلبني هو بهذا؟ لا تتغلب، لا الحديد تيزيد، الحديد تيزيد، الله يسترنا يا ربي، تيزيد الله يستر. المهم علينا شاي. بسم الله الرحمن الرحيم. هاد النهار صح البرد عندنا حنا هنايا مبرود. الله قالت لي سناء البارح، قالت لي واه الدار شنو نديرو؟ قالت لي غدا ان شاء الله نمشيو ان شاء الله للبحر ونغسلو ونديو معنا المسائل ديالنا ونتغداو في البحر. شو الزهر كيدير عندها؟ لا شتي النهار اللي قلت لها نمشيو للبحر صدقنا. الزهر مقلوب. ناخد هاديك هادي راه تلاجة من الشط أصلا، نطلق على هدا. كتشد أنا هدا في يدي سبحان الله وزاكم، والله إلا بحال هداك شي قشا وجزعة شهور. حيت ما مفساس عندي الخدمة، أنا عندي واحد أنا هكا كان كبير هكا ولا هكا بلا عادي يدين دابا اللي خارجين. علاش؟ باش ملي كتخدم كتخدم لاباط. ولكن ما تخدمش غير لاباط هكا صغيرة، راك كتخدم لاباط. اي اي نتفق معاك، لا لا تقولك على الشدة ديال اليد، الشدة ديال اليد كتجيك بحال ديال عاشورة. هاك تجاوز عاشورة هكداك شتي، وراه حتى حنا في عاشورة دابا. جبتيها نيشان في الصميم، المهم تلعب شوية انت تبقاي جالس. اللهم تلعب مع بعدا توجدنا شي حاجه اللي ناكلوها. كنوض نلعبوا شويه 10 بليزي. هادي شحال هادي؟ كنا كنمشيو نجيبو الخشاب ونجيبو الشجار ونجيبو سميتو داك الروايط ديال الطوموبيلات ونشعلوهم في الحمام والناس بالتعارج وبسميتو داك شي يقولوا مولي هراس. مولي هراس هذيك اللي تيقول لك هي الشفه ديالهم اللي عندها مولي هراس. وطر عرفتي الطر؟ عرفنا الطر كيكونو خارجين منو داك الخريصات. أييه، والمهم فسر للناس شنو كدير دابا. دابا المهم كنطلق العجينة بهاد الشكل هاكا. عطيني داك ها هو انا شوف شحال واش فيها. دابا تنزول من هداك سميتو الماي سعيدة اللي بقات الفوق. النشا ولا النشا؟ نشا الدورة النشا. صافي دابا انا غنسالي دابا سميتو، غادي ناخذ الموس غير باش نقادها شي شويه بهذا الشكل هذا. نعطيك الناعوره. الناعوره علاش الناعوره؟ مزيان نتوما كتقطعو غير الموس. باش
نحمد بقات شويه صافي. دابا غادي نجي لهنا النص ونضرب في النص عند ميزانك باش تخرج لا هكا ولا هكا. ها هما جاو عندي مقادين. شنو غادي ندير؟ غادي نقبض الماء. عطاك الشيطة؟ ها؟ عطيني الشيطة عطيني الشيطة. هاي هاي تما. دابا غادي نفزك هاد الجهة هادي بالماء. غادي نفزكها بالماء وندير عليها الجهة الأخرى. دابا هاني دورتو غادي نجيب هاد الجهة هادي نجيبو هكا وغادي نمشي هكا غندور غندور بهاد التشكيل هدا ونحاول نحضر على العرض ديالو. العرض ديالو وغادي نجي هنا غادي ندير شوية ديال الما ندير شوية غير صبعي وغادي دابا المهم هاني دورتو لينات تفاتي سميتو غير هاد الجهه هادي كانت هنا غير غادي نورها هكا غنجيبها لهنا. الجهه اللي من هنايا غادي ندير شويه الماء على الجهه الاخرى وندير الراس ديال الاخرى على الاخرى بالماء ونجي لاصقه. وغادي نجيب هاد التفصيل هذا غادي نهزو العقل وغادي نحطو هنا نجيب هاد التفصيل هذا. حاولوا تجيبو داير دو نجي داير ما تخافوا شي من هذا الشيء هذا ديال سميتو اللي جاي هكا معواج ولا جاي هذا كلو غادي تسرح في الفران صافي. وغنصبغو سميتو بالبيض غادي ندفعو الفران 220 210 ديال الدرجات والعجينه الاخرى العجينه الاخرى نفس الشكل ديال هذه اللي درت دابا نفس شكلها غادي نصوبو باش نصوب واحد بحال هذا تاهو صافي. ونتلاقاو في التالي ان شاء الله الرحمن الرحيم باش نتلاقاو للتعميره ديالو. انا ما واجدين الحمد لله. غادي ندير كنت غادي ندير الكريمه جا الدراري قال سيدي ما كتبغيش الكريمه ما خصهمش الكريمه لان فيها البيض ما قالوا لي هذا ما درناش الكريمه درت يلاه شانتيي وغادي لكم سميتو شانتيي بسبيسو بالخضره ديال الكوك ديال الكاكاو المور. هاني قطعتهم حداكم قطعتهم هانتوما كتشوفو جا داكشي فينو فينو فينو. المهم هانتوما كتشوف نفس لي تورتيل وبنفس التعميره ديالهم. غادي نمشيو لهنايا وغادي نمشيو هكا بهذا الشكل هذا تتخليهم متباعدين باش دير والله الناطا الوسط. اولا لا اولا لا وي منوركم حبيتنا خليتيني شا نقول لك كمت صافي سكت كمت دابا عاوتاني غنمشيو للشانتيي بهذا الشكل هذا. ونمشيو نكملو العملية ديالنا هكذا وانت غير حنزي فيها وغادي نديرو ان سيركل باش يشدنا الطورتي باش ما تهزش لا باش كيشدنا هاد الفلور لو فلور. هاد الجهات اللي بقاو عندنا خاويين هنايا ما خصهمش يبقاو لنا خاويين بحال دابا عندي هنا التروفة غادي ندير ناطا غادي نمشي عاوتاني هكا نمشي عطي واحد ديكوراسيون امبيكابل تعمر شي واحد خدم 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 هانتوما اخواتي في الله سلامتكم علينا
انت غير واقفه بحال العسكري هذا ياك اش كدير بهذا الشكل هذا انتوما كتشوفوا هذا عمرته بالشونتيي هذا عمرته بالشونتيي بالشوكولاط هذا غادي ندير له السكر كلاصي هذا راه سنه مالك ساكته يلا دير دير طلع دير السكر حتى شي كل راه خلينا صباح العيالات اليوم والله الكوزينه كي دايره العيالات اليوم كلشي كيتشكا وكلشي كيبكا بقيت تبكا شنو هذا الشيء شنو هذا الشيء عيب الله طيب ضيا 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 شحال هادي كانت مسكينه كتخرج على الصباح وترجع حتى الليل وتدي الغنم وتدي سميتو وتمشي تحلب تحلب البقره غادي نغطيوه هذا درتلو درتو شويه ديال السكر كلاصي مع شوكولاتة بولبو كاكاو مع شوكولاتة كاكاو باش يعطي شويه ديال النكهة يزيد داكشي مبدل ميجيش كلشي كلشي بيض كلشي كيجي مبدل البيض مع الشوكولاط الكحل هانتوما كتشوفو الملفاي ديالنا راه حنا صوبنا اخوتي في الله كنتمنى باش يكون راقصكم هاد الوصفة هادي وان شاء الله داك النص الثاني اللي بقى لي ديال الخضري ديال هذا كنصوبو انا داك غادي تصوبو هي انا غنوصع بكري مع الفجر غنصوبو عندي نصوبو الفجر وغادي نصوبو نصوبكم واحد الوصفه تسناوني ان شاء الله مره اخرى ان شاء الله مره اخرى خلينا نكمل الهضره ديالي وياك لا حول ولا قوه الا كتدخل بحال الخميس في وسط السيمانه بسم الله الرحمن الرحيم ودابا كنتمنى من الله سبحانه وتعالى باش يكون عجبكم هاد الوصفه هادي وهذا الخضري درتو رقيق رقيق علاش باش تحسوا بداك سميتها داك النقشه وتبارك الله عليكم وما تنساوش باللايك وما تنساوش بالاشتراكات والى فيديو جديد ان شاء الله.